طيب نيجي هنا نجيب الطاسة دي هنا ونطفي هنا. هنعمل ايه؟ ده طبق شوية مبتكر. عندي هنا فاصوليا او لوبيا، يعني هو انا ما لقيتش فاصوليا فلقيت لوبيا وكلهم من نفس العيلة. وجزر، الجزر قطعته بكل بساطة زي ما انتم شايفين كده. هاخد السكينة، بصوا هنقطعه صوابع ازاي، نقطعه كده وبعدين ليه بقى؟ لانه الجزر بياخد وقت شويه في السوى، فبحاول اقرب حجم الجزر لحجم الفاصوليا علشان يستووا بنفس الوقت. هل ممكن نعمل جزر لوحده؟ اه، فاصوليا لوحدها اه. كنت قطعت الجزر خلاص صراحه لما جت اللوبيا اللي انا طلبتها فاصوليا، بس هما يعني نفس نوع الخضار فقلت نشكل. هناخد برده زبده وزيت زيتون في الاول، هنحط شويه زبده، وده مش بس هنشوحه، ده هندخله الفرن ونحط عليه جبنة موتزاريلا وجبنة بارميجان وزعتر، وهندلعه آخر دلع زيت الزيتون. تعالوا نحط في الأول شوية زعتر عشان ممكن كمان عرق روزماري كده، ننكه بس الزبدة والزيت على طول الريحة بتطلع، يعني الحرارة مع الأعشاب، وأكيد الحرارة دي أو سوري الريحة دي برضو هي بسبب نزول الزيوت العطرية في الزبدة والزيت، فده بيدي كمان طعم. هناخد شوية من الجزر، شوية من اللوبيا، أوكي، وهنحط لهم دول، ممكن يتحط لهم رشة ملح لانه السوائل اللي فيهم مش كتيره. انا ممكن ازود شويه علشان انا عندي الطبق اللي هدخل فيه الفرن شويه كبير، عايزه يملى الطبق. احط لهم شويه ملح، واكشولي هنا الملح هيساعدهم على التسويه الاسرع. في ناس بيحبوا انه يحطوهم شويه ميه مغليه ويطلعوهم على ميه وتلج وكده، مش عايزين الخطوات الكتيره الشافي دي، صح؟ موافقني؟ بس يعني اللي بيحب هنسلقهم كده بلانشنج، يعني نزلهم ميه مغليه نطلعهم بالمصفى على طول على ميه وتلج، توقف عمليه السوى. وده عاده بيبقى في المطاعم والاماكن اللي عندنا سيرفيس سريع محتاجين ننجز. هنا مجرد هنبتدي نقلبهم. انا مشغله الفرن على الشوايه لانه احنا محتاجين فقط انه نحمر الجبنه، نسيحها كده فوق الخضار. هتقولوا لي يا شيف حتى الخضار حطيت عليه زبده وجبنه وكده، احنا عملنا كل انواع الخضار، التشاينيز والسوتيه يعني ارجعوا للمخزون الكبير من وصفاتنا. قعدت من كام يوم واحنا في الاجازه قبل سيزون 2 اعد كده كم وصفه عملت في ميسو، لا ما قدرتش اعد، احنا وصلنا 600 مثلا. فهتلاقوا اتحداكم، يعني ده تحدي على الهواء اهو، اذا دورتوا وما لقيتوش وصفه معينه اتمنى تبعتوها لي لاني احب اني اعملها لكم. حاولت اغطي كل حاجه ومستمرين، بس الموضوع بقى يصعب، ابتدى يصعب شويه لاني عملنا كل حاجه، فنبتدي نبتكر بقى. هنحط رشه الفلفل الاسود، ودلوقتي هناخد الزعتر، نفس الزعتر اللي انا حطيته فصصته بس كده، هرشه زعتر اخضر وهخلي منه شويه نرشه على الجبنه بقى. حاجه كمان ممكن نعملها وبرده ممكن نعملها مع المشروم، شويه شيلي فليكس، يعني جاز طب نعلي شويه النكهه. الفلفل الاحمر الحراق العادي جدا اهو، نكسره، خدناها كده الانذر ليفل من الطعم، زعتر وفلفل حراق. واقول لكم حاجه، هنحط شويه ثوم كمان قبل ما نطلع الفاصل، وزي ما عملنا بالمشروم شويه ثوم، لان كل الكلام ده برده راح على المطبخ الايطالي، هيديني نكهه الثوم والفلفل التشيلي فليكس والزعتر، شويه الجبنه خطير. هكمل سواهم ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبقى مجهزين طبق الفرن ونحط عليهم الجبنه ونحمرهم. واحنا بنعمل ايه؟ بنعمل الستيك. فاضل لنا ايه؟ الستيك، هنعمل طبق جانبي بالذره، وهنعمل صوص الكاوبوي مشهور جدا بره، هتحبوه جدا بس مليان زبده، بحذركم بعد الفاصل. Thank you.
وعدتكم اني ما عملتش اي خطوه خلال الفاصل. تعالوا دلوقتي نطفي النار او ننقل الطاسه دي اللي هنعمل فيها الذره، برضو حديد زهر بتاخد وقت تسخن، بس اول ما تسخن بتدينا الحراره المطلوبه علشان نحمر اللي احنا محتاجينه. هناخد اي صينيه فرن ونحط فيها الخلطه اللي عملناها. هنا بقى الثوم قرمش بقى مع الفليكس، مع تشيلي فليكس. عايزه اوريكم حاجه، ينفع؟ شايفين الخلطه اللي هنا دي؟ الزيت بقى لونه واخد من الفلفل، واخد من الثوم. ده عايزه كده حته عيش ايطالي حلوه تتغمس فيها، عشان نبوظ بقى فضل عيش على الموضوع ده. ناخد البارميجان، هو ممكن يتقدم كده للامانه يعني، بس تعالوا نغير، نحط جبنه بارميجان تشيزي ريسيبي، وناخد جبنه موتزاريلا كده، والفرن شغال على الشوايه. الله، وقلنا في شويه زعتر هنحطهم على الوش. عايزه بس الخضار تبان، مش عايزه اخبيها، لو خبيناها هتبقى باينه صينيه مكرونه. هناخد شويه بقدونس كمان تدي لون اخضر، شويه الزعتر عشان الطعم، وعلى الفرن تحت الشوايه. يلا بينا، الشوايه من فوق بس، حطوا بس الجبنه تسيح، والكنترول انتوا مسؤولين اني اطلعه اون تايم، ولو اتحرق مسؤوليتكم. اتفقنا؟